النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو التشنج المهبلي وعلاقته بصعوبه انه يحصل علاقه زوجيه. اللي بيحصل في التشنج المهبلي ان الزوجه بيبقى عندها تشنج في عضلات الحوض وفي عضله المهبل، بس عضله اسمها البيبو اوكسجيس ماسل دي، بيبقى الزوج ما يقدرش يدخل. لو قعدوا مش شهر ولا اتنين زي ما الناس بتجي، لو في انا في ناس جات لي بقالهم 10 سنين، طالما في تشنج مهبلي يا جماعه مش هيحصل علاقه حميميه طبيعيه. يبقى ايه الحل؟ لازم الموضوع ده علاجه، ده مشكله تخص العضلات، علاجه عند مش في اي تخصص تاني، علاجه بيكون عندنا في تخصص العلاج الطبيعي، ومش مراكز كتيره حتى في العلاج الطبيعي كمان متخصصه فيه. العلاج عباره عن بيبقى ثلاث زيارات، نسبه طبعا النجاح ما شاء الله. احنا الجهاز بيقيس درجه، الجهاز جاي من الاتحاد الاوروبي مخصوص للتشنج المهبلي، بيقيس درجه الانقباض ودرجه الانبساط. فاذا احنا بنكون متاكدين من النتائج بتاعه حالات التشنج المهبلي. ليه؟ لان احنا طب ازاي يا دكتوره رانيا الجهاز هيدخل جوه؟ احنا الاول بنرفي عضلات جدار الحوض كلها عن طريق جلسه تحضيريه بتتعمل في الاول، وبعد كده الجهاز ده جاي من الاتحاد الاوروبي، فيه تو بروب للتشنج المهبلي وبروب للارتخاء المهبلي. بنشتغل البروب دي بتدخل على درجه انقباض المهبل، يعني هي عندها قابليه ان هي تنقبض على درجه انقباض المهبل وترتخي بالداخل بشكل معين لحد ما المريضه توصل الارتخاء. بيبقوا ثلاث زيارات بنعمل فيهم جلسات، لو وبنشوف القياسات. المفروض ان احنا يعني اول مره ببقى عايزه من الجلسه اني اشوف درجه الانقباض ودرجه الانبساط، طالما اطمنت ان العضله زي ما حصل فيها على طول كان انقباض وما كانش فيها علاقه زوجيه، بقى فيه انبساط خلاص. وبعدين بشوف في تاني جلسه اطمن ان حصل ارتخاء درجه تمام. في اخر جلسه بشوف درجه، بنزل لدرجه معينه، بنخلي الزوجه دي مش النورمال، بنخليها هاي نورمال زي الناس اللي هم بيلعبوا باليه اللي هم اللياقه بتاعتهم عاليه جدا. وفي الحاله دي بتحصل العلاقه، بنعلمهم الوضع اللي بيحصل منه العلاقه، لان الوضع التقليدي اللي يمكن ينفع في التشنج المهبلي. بنديهم ايام التبريد عشان نعوضهم الايام اللي فاتت ان شاء الله ويحصل حمل سريع. طبعا الطرق الثانيه ان احنا ندخل دايليتورز، دي مش حاجه، دي بتشيل الرهبه او الخوف، لكن دي مش هتعالج، دي مش حاجه دخلت جوه العضله عملت لها ارتخاء، ما عملناش ارتخاء لعضلات جدار الحوض. البوتوكس برده من الحاجات اللي بتعالج التشنج المهبلي. انا للاسف كل الحالات اللي عملت بوتوكس جم خدوا جلسات عندي، لانه البوتوكس بيرخي، بيعمل شلل مؤقت. طبعا هو الحمل بيبقى ممنوع 8 شهور، مع الوقت تكون العضله حصل لها من الحمل والولاده، ده ممكن يؤدي لسلس بولي عند الحاله مع السن لما بيتقدم. من ضمن الحاجات ان هو ما عالجش اصلا المشكله، تمام؟ لان هو ما يقدرش يرخي عضلات جدار الحوض، لان ده هيخلي العيانه مشلوله، فبيعملها في عضله المهبل بس، فده ما بيبقاش علاج كافي. وبيضطروا برده بعد ما خدوا الحقنه يجوا يعملوا الجلسات عندنا. وبرده عمليه التوسيع يا جماعه احنا بنخسر ميزه عندنا، هي المشكله مش في ان العضله المكان محتاج يتوسع، لا، المشكله بتبقى في العضله، تمام؟ تمنياتي بحياه زوجيه سعيده لكل زوجين جداد او زوجين بقالهم فتره متجوزين عندهم المشكله دي. ان شاء الله في امل، ان شاء الله تتعالجوا، ربنا يسعدكم ويرزقكم الذريه الصالحه. معاكم دكتوره رانيا السيد عبد العليم، دكتوره واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب. تحياتي وبشكركم.